السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، أهلا بيكم وبرحب بيكم تاني في الفيديو رقم 2 دلوقتي النهاردة اللي أنا وعدتكم إن شاء الله إن أنا أعمله لكم وأجهزه لكم، اللي هو خاص بحل الإيساي اللي كان عنوانه Improving Learning at Schools، اللي هو تحسن أو تحسين التعلم في المدارس. طبعا إحنا النهاردة بنعرض لكم الإجابات بتاعة الإيساي دوت. قلنا قبل كده إن أي إيساي في الدنيا بيتكون من paragraphs، من مجموعة من الفقرات. ممكن الفقرات دي طبعا الفقرتين الاساسيتين فيهم هو الفقره الاولانيه خالص اللي هي بتاعه الانترودكشن، والفقره الاخيره خالص بتاعه الكونكلوجن او الاندنج اللي هي النهايه. ما ننساش طبعا ان في كمان ما بينهم الاثنين في 2 اور 3 باراجرافس، في فقرتين او ثلاثه اللي فيهم انت بتزود الافكار بتاعتك وبتحاول تشرحها. طبعا الافكار ديت هي مرتبطه جامد ومتصله اساسا بالموضوع اللي انت بتتكلم عنه. مش عايز اطول عليك عن كده، لكن pay much attention، خلي بالك قوي 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 وخليك معايا وما تروحش في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طلاب الاعزاء، ويلكم باك، مرحبا بكم مره تانية. ودلوقتي مع الحل بتاع الاي سي improving learning at schools. There is no doubt that schools play an important role in all societies. ما فيش شك ان المدارس بتلعب دور مهم في كل المجتمعات. Schools are the environment where learners learn and have their lessons. المدارس هي البيئة اللي المتعلمين اللي هم الطلبة يعني learn بيتعلموا وياخدوا فيها دروسهم. Governments يعني الحكومات should pay much attention to the process of learning at schools. الحكومات يجب أن تولي اهتماما بالغا لعملية التعلم في المدارس. They should improve learning at schools. يجب أن يحسنوا التعلم في المدارس. They can do this in different ways. فيمكنهم أن يقوموا بذلك بطرق مختلفة. بدأت بعد كده في الباراجرافس الفرعية إن أنا أوضح إيه هي الطرق المختلفة ديت. فقلت one of these ways is improving the schools themselves. قلت إحدى هذه الطرق هي تحسين المدارس نفسها. We should take part in developing schools. يجب أن نشارك في تطوير المدارس. There should be modern equipment at schools. يجب أن تكون هناك معدات يعني مودرن حديثة في المدارس. Students can learn more effectively through activities. دخلت على عنصر الأنشطة. الطلبة يمكن أن يتعلموا بشكل أكثر فاعلية through activities، من خلال الأنشطة. Activities help students to work together. الأنشطة بتساعد الطلبة أن هم يتعاونوا سويا مع بعض. Using modern technology can make it easy for students to learn. استخدام التكنولوجيا الحديثة ممكن يجعل يعني من السهل على الطلبة ان هم يتعلموا. Doing activities يعني ممارسة الأنشطة through using modern means of technology، عن طريق استخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا، can lead to good results، ممكن يؤدي إلى نتائج طيبة. وبعد كده قلت students في الباراجراف بقى الجديد بقى اللي تحتيه do these activities، الطلبة بيؤدوا يمارسوا هذه الأنشطة under supervision، تحت إشراف of teachers، المدرسين. يبقى أنا هبدأ أتكلم عن العامل التاني وهو المدرسين. teachers guide، المدرسين بيرشدوا مين؟ On a teacher's guide students، المدرسين بيرشدوا الطلبة and help them in the process of learning، وبيساعدوهم في عملية التعلم. Governments يعني الحكومات should care about teachers، يجب على الحكومات أن تهتم بالمعلمين. They are the backbone in the process of learning، هما العمود الفقري في عملية التعلم. They should be prepared well، يجب أن يتم يعني إعدادهم، هم مدرسين يعني إعداد جيد. They should be well qualified، معنى كلمة well qualified يعني يكونوا متخرجين يعني بمستوى عالي من الكفاءة.
without good teachers, بدون مدرسين جيدين, we can't achieve any of our educational targets. ما نقدرش, يعني بدون مدرسين احنا ما نقدرش achieve, نحقق اي من اهدافنا التعليمية. Moreover, علاوه على ذلك, we should care much about the school subjects. لازم برضو نهتم بالمواد الدراسية as well, يعني ايضا. They should be up to date, not old fashioned. يجب ان تكون المناهج ديت او المواد الدراسية ديت up to date, يعني حديثة, not old fashioned, مش على الطراز القديم, كنش يعني حاجة قديمة. اجي بقى لاخر باراجراف عندي من ضمن مكونات الاسي, اللي هي الكونكلوجن او الخاتمه او النهايه. To sum up معناها يعني وملخص ذلك او باختصار, improving learning at schools, تحسن او تحسين التعلم في المدارس, is a good issue to put in consideration. مساله جيده يجب ان نضعها في الحسبان. Building up good citizens begins from school. إن بناء وإنشاء السيتيزنز الصالحين, المواطنين الصالحين, يبدأ من المدرسة. When we talk about school, فحينما نتكلم عن المدرسة, we talk about equipment, teachers and material. لما نتكلم عن المدرسة فإحنا بنتكلم عن المعدات والمدرسين والمادة العلمية, school subject, المواد الدراسية. They all should go in harmony. لابد عليهم كلهم العوامل دي يعني كلها, يعني يكون متناسقين, يسيروا في تناسق, to achieve the target, لتحقيق الهدف. احب انوه يا شباب الى ان في بعض الكلمات وبعض العبارات ممكن نستخدمها في الباراجرافس او الاسيز عموما, يعني زي in fact, في الواقع, on one hand, يعني من ناحية, on the other hand, ومن ناحية أخرى, دي في حالة لو أنا هذكر فكرة متناقضة مع فكرة تانية, on the other hand, ومن ناحية أخرى, moreover, يعني بتساوي in addition, على وعلى ذلك, therefore, أو hence, معناها ومن ثم, أو حينئذ, ممكن أقول at the end, يعني وفي النهاية, دي بنستخدمها في النهاية, وعندي in short باختصار بتساوي to sum up برضو باختصار. دي عبارات ممكن أستخدمها على مستوى أي paragraph أنا بشتغل فيه. ما تستغربش أن أنا بقول paragraph, لأن أصلا الparagraph جزء من الأسي, من المقالة الكبيرة. فأنا لما أتكلم عن الparagraphs يبقى أتكلم عن جزء أو أجزاء داخل الهيكل الكبير اللي هو الأسيز, اللي هو المقالات يعني بتاعتنا اللي احنا نتكلم ايه فيها. وبكده يا جماعة اكون انتهيت بفضل الله من الباراجراف اللي انا وعدتكم على كتابته, وهو improving learning at schools, يعني تحسن او تحسين التعلم في المدارس. والفيديو دوت يعتبر تكملة وتتمة للفيديو السابق اللي هو الاول في موضوع how to write a good paragraph, ازاي يعني تكتب يعني باراجراف كويس. برضو بكرر يعني اعتذاري تاني, بقول الهيكل العام اسمه essay, اللي هو المقالة الكبيرة اللي بتضم داخلها مجموعة من الباراجرافز. راجع الفيديوهين تاني, ولو ليك اي ملحوظات ولو ليك اي تعقيب حاول تكتبه في الكومنتات اللي عندك, وانا هقراها واخذها بعين الاعتبار. وان شاء الله في برضو مجموعة اخرى من الباراجرافز, لكن اهم حاجة هو تنمي ثروتك اللغوية باستمرار. ما تنساش الاشتراك بالقناة لو ما كنتش لسه اشتركت فيها, فعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا, شير فيديوهاتنا لأحبابك وإصحابك وأصدقائك وزمايلك, واعمل لايك, ما تنساش اللايك يا جماعة. إلى أن نلتقي لكم مني كل التحية والتقدير, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.